نحن باسم الاتحاديه النقابه المستقله للعمال الماليه، ان في احتجاج وقفه احتجاجيه التي كثر عليها الشغب اليوم وهي منحه جيزي، وهناك مطالب اخرى لا ننساها، من كذلك هناك ادماج عمال متعاقدين في مناصب دائمه وتحويل المناصب الماليه للعمال المتعاقدين من توقيت جزئي الى توقيت كلي. نحن ممثلي النقابه المستقله لمستخدمي الادارات العموميه، نحن الان هنا في وقفه احتجاجيه من اجل تجسيد المطالب المشروعه التي طالما طلبنا بها وحلمنا بها منذ سنوات عديده، والتي وعدتنا بها الوزاره منذ وخاصه منحه الجيزي، ووعدونا على ان هذا المال موجود ولكن الوقت مفتوح، وما دام هذا الحق مشروع فنحن نطالب بالتسريع في هذه المنحه، منحه الماليه وصرفها على جميع موظفي الماليه في اقرب وقت ممكن.